حنا كنجيبو الماء بالصحه ديال الماء كان كنمشيو للعنب ولا جلات ديما كنصيفطو الدراري الصغار كيخرجوا من المدرسه كيمشيو لتما تيجيبوا لي الماء كل واحد كيمشي بالحمار ديالو كيسيو بالماء الماء ديال العين كنت الماء كثير في العين دابا راه يلاه فيها واحد شويه دابا حنا كنضربو نص ساعه ديال الطريق من هنا من الدوار تيس الدوار تاغزوت تما فين كنجيبو الماء ديما كل واحد الا ما مشى لتما راه ما كاين الماء في الدوار تيست اللي قال لك شي واحد راه كاين الماء في الدوار تيست تخرج المعاينات تشوف الا كان الماء هنا نطربوه حنا هذا الشيء اللي كنقول حنا كنطلبوا القانون وين نستعدوا نخلصوا 168 سبعه د المواقن 168 سبعه د المواقن ومشينا عند القائد وجلس الرئيس حتى هو وجلس الرئيس ديال الجمعيه ديال الماء قال لي القائد خصكم تدخل الماء لهادو قال لي اسيدي حنا طنشاورو ومشاو ديك الساعه خرجوا من القياده مازال ما كاين والو كاين في توريرت كاين في تماس كاين في مور كاين في بيت الجان كاين في تاكونيت كاين في ترقال الجديد تا فوكارشت المزغاله بول عجلات بوحميده عيد كروم كلشي هادو راه عندهم الضو حنا لا بحال المانيت من العائله ها شحال تقريبا نتوما من العائله اللي مضره من هذا سبعه الناس دابا وكاينين ديال العائلات سبعه العائلات وكاينين الاخرين مازال ما عمرين الطلبات ديالهم راه كاينين هنا نيت في الدوار شنو كيقولوا هما في هادشي هذا العائله ديالنا حنا اه لا دوك العائلات اللي مضرين من هذا المستفزين وهما تعذبين دروك ما هما مشينا للعماله مشينا للقياده مشينا عند الرئيس دايره هما دايرين المجهودات باش يدخلوا هاد الناس الماء خص الماء اللي خلص الواجبات ديالو يدخل الماء هادشي اللي كنعرف انا في الجمعيات راه كاين كلشي الجمعيات في اقليم تارودانت ما عمر شفت انا بحال هادشي كاين الجمعيه في مزغاله كاين الجمعيه في مور كاين الجمعيه في تاكونيت كاينه في مكدول كاينه في بيت الجان كاينه في تافوكاش كاينه في ترقال الجديد كلشي كاينين بالنسبه للمساله ديال الكهرباء اه بالنسبه للمساله ديال الضوء شنو هو المشكل اللي عندهم بالضوء الضوء الضوء حتى هو داروا ليه بحال الماء هذوك عندهم الضوء كلشي ديال الزنقه حنا لا دوار تيسكست ومتودا راه ما فيهش الضوء دروك نيت هو راه كلشي بعينكم كتشوف اللي قال لك شي حاجه نطربها فيها انا مستعد اللي كان في القانون انا كنطلب القانون يكون في مكان في بيت الجان في تافوكاش في تاكونيت في طوارتيسك في طوار توريرت كلشي حنا كنطلبوا القانون يكون بحال يكون الضو في بلاصه يكون فيه الماء بحالنا بحال المواطنين دابا كنتمناو ها المواكن ديال الضو ديال الماء حنا اللي درناه ها هما سبعه سبعه المواكن ومازال ما درنا مع الجمعيه مازال ما درت والو ديما كنطلبوا الجمعيه تدخل لنا الماء بحال الناس السميه علي ايت مولاي كنت واجد بسميتو كنسكن في ادوار يتهمو اكادير وزير ايت مخلوف قياده التملك تقريم تارودنت غنيا شويه على المشكل اللي وقع لكم هنا بخصوص الماء وبخصوص المشكل اللي وقع كاين واحد البير المهم صوبه واحد المحسن عطى الناس الماء جات الجماعه على اساس جابت واحد المشروع لذاك البير اصلا ذاك البير صوبو غير السكان غير المحسنين سمعتي غير المحسنين وجا ذاك المشروع ديال الجماعه باش يتحط تما ونضوا الورثه ديال سميتو وحبسوا ذاك المشروع على اساس ما عندهم لا تسليم الجماعه ما عندها لا تسليم لا رخصه لا والو
صافي ديك الساعات صافي صافي ناضوا الورثه ووقع هذا المشكل داكشي اللي كاين. المعاناه ديالكم خصوصا دابا ما كاين لا ما لا والو. المعاناه ديالنا على حساب الماء بزاف في المعاناه، ما تصورش المعاناه دابا راه الناس تتسقي غير من سميتو تتسقي غير بالاحمر حشاك وتتمشي واحد المطفيه، المهم بزاف المعاناه تيعيشها السكان هنايا ما تصورش. شحال تقريبا من كيلومتر كيضربوا هاد الناس هادو؟ شنو هو الطلب ديالكم بالضبط نتوما كساكن هاد المنطقه؟ تقريبا كيلومتر نقول لك جوج ثلاثه تقريبا تقريبا تقريبا. الطلب ديال السكينه الطلب ديال السكينه راه بزاف بزاف ديال الطلبات، راه داك المانيت ما كاينش الماء ما كاينش الطريق بزاف تنتمناو بزاف في المسائل، غير الاولويات راه بزاف شحال من حاجه، هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.